السلام عليكم. كما اعتدنا مرات على مرات نوريو أهم الشوارع تاع العاصمة الجزائرية، واليوم رانا في شارع عبد القادر زيار. نبدأ الرحلة تاعنا في شارع مقابل للواجهة البحرية تاع كيتاني. هنا نلاحظ بعض العمارات راهي فيها ترميم، فيها إعادة، يعني في بعض الأحيان الترميم يكتفي بإعادة الطلاء، يعني لا بينتور، لأن العمارة في كثير من المناطق هذه تاع الشوارع الكبرى العمارات كلها أو أغلبها يعني لا يحتاج إلى ترميم، هي في حالة جيدة، إذن تعاد برك لا بينتور. واللي كان فيها أجزاء ترمم فهذا مش مشكل، فيها الترميم يترمم وتترمم هذه الأجزاء ثم تعاد الطلاء الخارجي. وكذلك بالنسبة للعمارات هي أفضل حماية للعمارة هي الإيطانشيتي، إعادة يعني الحياة، يعني تضمن لها إن بون إيطانشيتي في على لي تيراس، هو أفضل حماية للعمارة، لأن العدو الواحد الأول نتاع العمارة قبل الزلزال هو الماء، هو العدو نتاع العمارة هو الأمطار هي، لكن تتسرب الأمطار إلى الستركتور نتاع العمارة، فهذيك الأمطار هي اللي راح تحفر وتخلق المشاكل. إذن العمارة الترميم نتاعها أولا قبل ما نبدأ نلحق للطالع والبنتير وكذا، لازم نعاود نرمم لي تيراس ونضمن ليتونشيتي تاع لي تيراس في كل العمارات. إذن هذه هي. وهنا بعض العمارات يعني راهي في حالة تاع إعادة طلاء وترميم وكذا. والآن نواصل الرحلة نتاعنا. هنا الشارع هذا شارع زيار عبد القادر، الواجه يعني جاي في المقابل للواجهة البحرية نتاع كيطاني، يعتبر ضيق ومكتظ. اليوم رانا في 19 جانفي 2021 على الساعة الرابعة يوم أربعاء، يعني وقت الازدحام، ونلاحظ أن فيه ازدحام كبير والطريق ضيق والسيارات فيهم اللي راهي فيها تستاسيون، يعني فيها ركون السيارات على جانب الأرصفة، يزيد من الاكتظاظ ويزيد من الاختناق نتاع المرور. ولازم لي دو فوا، يعني اللي تاع الأرويقة اللي تدي ولي تجيب، تكون فيها شريط عازل رصيف لكي ما يصراش تقاطع بين السيارات. وهنا نشوف كل ما نقترب إلى باب الواد، حي باب الواد، كنا في حي الكيتاني، الآن رانا نقترب من حي باب الواد. لاحظ أن العمارات كلها تم إعادة تجديد طالع وترميمها، وتعطي صورة إيجابية جميلة جدا. وكذلك نلاحظ هنايا بأن المشروفات فارغة، ما فيهاش النشر نتاع الحوايج نتاع الشرفات، وما فيهاش الكليماتيزر، وكذلك ما فيهاش لي بارابول، وهذا الأمر جيد جيد. هنا رانا ندخل في جامع، هنا نشوف على اليمين جامع اليهود، ما يسمى بجامع اليهود، أصبح مسجد.
وهنا نلحق ندخل في منطقة ما يسمى مازال ما لحقناش منطقة الباستيون 23، ونشوف الأشغال نتاع الترميم مازالها متواصلة. نحن ما زلنا في باب الواد، أحياء باب الواد. ودرك ندخل في شارع أول نوفمبر المؤدي إلى ساحة الشهداء. هذا هو الآن، رانا في هنا، دخلنا في ساحة شارع أول نوفمبر، وهنا نشوف بالأزرق المعهد الوطني للموسيقى الجديد، يعني الجديد القديم، عنده ربما 20 سنة يتبنى، لكن بطراز عصري. وهنا رانا في شارع أول نوفمبر. إذا أترككم تكملوا الرحلة هذه، والسلام عليكم، ولا تبخلوا علينا باللايكات والتعاليق إن شاء الله. السلام عليكم.